عود طيب مبارك مع علم من أعلام التلاوة فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ إبراهيم عبد العزيز بركات. دعينا له بالتوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ابليس. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ويعذب من يشاء آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا
الغفار آمك غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا صدق الله العظيم.
يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدقت يا سيدي يا رسول الله ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة قد تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العزيز بركات القارئ المعروف المقيم بالشوكة الحاجر التابعة لبندر ومدينة حوش عيسى العامرة إدارة الصوت والضوء وأولى مخازن الفراش الحديث الكبرى والمعرض الفني الحديث اطلب محلات ومخازن الحاج ضيف العباسي وأخواته تتقدم الأسرة الكريمة عيلات البياع بخالص الشكر والتقدير في كل من وساهم في هذا العزاء